حبيبتي، كيف دايرين؟ كيف عاملين نتوما؟ ان شاء الله تكونوا لاباس وبصحة جيدة يا ربي. كيف دايرين مع هذا البرد؟ راه دخل البرد ديال الصح ياك. المهم ان شاء الله الله يقوينا عليه ويعطينا ربي ان شاء الله الامطار الخير. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا مع بعض واحد الجينواز كيفاش غادي نزينوها. هذا الجينواز سبق لي كيف كتشوفوا، سبق لي انني حضرتها باش ما نطولش عليكم. الجينواز عندي في القناه ديالي، غادي نحط لكم الروابط ديالهم. جينواز كنوجدوها على بكري يعني نهار من قبل باش تبرد، باش يسهل علينا اننا نقطعوها. اليوم فقط ركزت انني غادي نهتموا بالتزيين اكثر من العمل ديال الكيك والعجينه، لان كل شيء راه واضح من قبل. هاد لا جينواز ممكن انكم تستعملوا في هذا التزيين اما جينواز واما نوع من الكيك اللي كان سبق لي درتو، لان كاع هذوك لي كيك اللي عندي تبارك الله كيخرجوا هشاش وكيخرجوا تقريبا كيشبهوا لا جينواز، لان ما فيهمش ليدان بزاف، وخاصه هذاك الكيك ديال الكيك اللي كنت صوبته من قبل ديال اللي بنشا اللي بنشا هذاك والحامض هذاك رائع. ممكن ان اي وحده خافت لا جينواز ما تصدقلهاش او لا كتهبط لها ممكن انها تعتمد عليه. حتى هو غادي نحط لكم الرابط ديالو الا بغيتو تستعملوه. اليوم كيف قلت لكم لا جينواز غادي نخليوها ابار. غادي نبداو، عندي واحد لاصوص ديال الفريز، اللي عنده الفريز مجمد وباغي يخدمه في هذا التزيين ممكن. بحالي انا مازال عندي هنايا الفريز مجمد، عندي واحد الزلافه ديال الفريز مجمد، تقريبا معلقه ونص ديال النشا، عندي جوج معالق ديال السكر اللي كيكون الحبيبات ديالو رقيقه، وعندي نص حامضه. يعني بحال الشكل اللي غادي نديرو الكونفيتور اولا المربى ديال الفريز، ولكن هادي سيتون صوص، يعني صوص اللي كترافقنا هكذا لكيك. هاد لاصوص غادي نضيفو لها هاد النشا هذا. هنا ما تخافوش تقولوا ان الفريز ما غاديش يصدق بهاد يكون مجمد، بالعكس راه كيجي رائع. غادي نبداو على بركه الله، غناخذ واحد الكاسرونه ديالنا وغادي نقطع هاد الفريز هذا. بسم الله غادي نقطعو هكذا الطريفات. انا لاصوص بغيت يكون فيها الطريفات الصغار ديال الفريز، الا نتوما ما بغيتوش هذوك الطريفات ممكن انكم تخرجوه على بكري وتطحنوه. انا ما غاديش نطحن، غادي نخليه هكذا لان غادي يذوب في الطياب. صافي غادي نقطعها كامله. لان ملي كيكون كيطيب على النار مع يعقد مع هذيك النشا تيجيو دوك الطريفات رائعين في هكذا في لاصوص. غادي ناخذوا هاد نص حامضه وغادي نعصروها ونتلاقاو. بالنسبه للحامض هنا غادي نقيسوا القياس، غادي نديروا غير معلقه هكذا كبيره صافي فقط، لان عندي نص حامضه كبيره صافي ما نكثروش الحموضه. اصلا عندي الفريز حلو بزاف، غادي ندير هنا جوج ديال المعالق كبار، ولا كنتو داب ودقتو لقيتوه مثلا عندكم الفريز حامض ممكن انكم تزيدوا الكميه ديال السكر. صافي غادي نرد الكل هكذا، غادي يترخى لي على النار، وديك الساعات غادي نضيفوا هاد النشا هذا. بالنسبه للنشا كناخذ غير واحد المعلقه هكذا صغير كبيره ديال الماء وصافي، وغادي نبقى كنحل هاد النشا غير بشويه هكذا بالمعلقه، وانا كنحلو هكذا بشي شويه ديال الماء، ما خصنيش نديرو في السخون، في السخونيه ديال التوت اولا الفريز باش ما يتكلكعش اولا يتكور لينا. صافي كنمشيو معاه غير هكذا غير بشويه صافي، حتى كيدوب ما كيبقاش قاصح. غادي نزيد شويه شد الماء، غادي نزيدو غير شي شويه هكذا صافي، باش غادي تفتح لينا هاد النشا هذا هكذا. ها هو تفتح وداب ما بقاش مكور صافي. غادي ننتظر غير على داك الفريز فوق النار هادئه مع التحرك غير شي شويه وغادي نضيفو.
غادي نخلي هنا باش نوريكم كيفاش غادي نضيف هذاك النشا. للقشده اولا الكريمه شونتي كيف كتشوفوا وضعت واحد البول هكذا ديال الاونوكس في الثلاجه حتى برد مع هاد لي زاكسسوار ديال الخلاط، وحتى هذه يعني الكريمه كانت كتبرد صافي وغادي نطلعها. ممكن انكم تستعملوا نص سيترو يترو لا ربع على حسب الكيك ولا لي جينواز اللي عندكم باغيين تزينوا بهم. هنا انا غادي نشوف القشدة ديالي واش خصها الحلاوة، غادي نضيف شوية ديال السكر ونخلط. إلا كانت يعني حلوة بحال هولالا بحال كاين شي أنواع اللي ما تنضيفولهمش السكر كيكونوا حلاوتهم منهم فيهم. إذا غادي نخلط حتى تولي لي شونتي ونركب. أولا ناخذ الباتور ديالي وغادي نركب هاد الريوس هادو بعد ما نمسح لهم هاد يعني هاد الريوس هادو ديال اللي مباشره مع الطحانه غادي نمسحهم ونركبهم، وديك الساعات غادي نبدا نخفق لا شونتيي في الوقت اللي مازال الفريز ديالي يعني مازال كيعقد واحد 10 دقائق. ديك الساعات غادي نضيف له هذيك النشا اللي راها كتستناه. كيف كتشوفوا معايا بعد ما خفقت القشده نصف لتر ديال القشده، هنا لاصوص ديال الفريز كتجي على هذا الشكل. شوفوا كيفاش كتجي ثقيله وتجي زوينه. غادي نخليها حتى تبرد مزيان باش ما تهبط لياش لا شونتيي، وديك الساعات غادي نمونطيو الحلوه ديالنا. يا نقصت واحد اربع كميه اولا تقريبا نصف الكميه ديال القشده. غادي نكهها هنايا عندي لاغوم اولا النكهه ديال اما الفرومبواز اولا الفريز، وغادي نعملو اللون اللي بغينا حنايا هكذا باش غادي نخلطو. غادي نخلط مزيان. هيا راني بديت كنعمر اولا ندهن هذا القلب الداخل بالكريمه كيف كتشوفوا معايا. غادي نعمرو هكذا بالقشده اولا الكريم شونتي. عندي انا الجينواز هشيشه ما غاديش نسقيها حتى بشي حاجه، هذه طريقه من الطرق الا ما بغيناش نسقيو بالحلاوه ديال السيرو، فغادي نكتفيو فقط. عندنا السيرو ديال الفريز اولا لاصوص ديال الفريز كافيه اننا تعطينا المذاق ايضا، وغادي تهشهش لينا اولا كترطب لينا هاد الجينواز هاد. اذا صافي غادي نضيف كيف كتشوفوا نضيف هنا العصوص، ناخذ واحد سباتولا اولا معلقه صافي، وغادي نبقاو كنزيدوا لاصوص من الفوق. هادي اللي حضرنا ديال الفريز صافي، وغادي نسرحها عليها غير بشويه هكذا من الفوق هكذا. وغادي نغطي بالطبقة الثانية ديال الجينواز، شوية ديال القشدة من الفوق هكذا غير من الفوق هكذا غير بشوية. نصعفو معها غير بلاتي باش تعلى لينا هاد لو كوغ هذا يعلى صافي. غادي ناخدو الجزء العلوي ديال الجينواز وغادي نحطو هكذا من الفوق غير بلاتي باش ما يتكسرش، واخا يتكسر ليكم ماشي مشكل، هاد لي شيتو ندخلوهم لداخل هكا على هاد الشكل هذا هانتوما كتشوفوها صافي. وغادي نغطي بواحد الطبقه ديال القشده اللي كنت لونتها باللون الوردي. غادي دائما ناخذ لا سباتولا بحال هكذا صافي، وغادي نبقى نغطي
توت لا سيرفاس او لا الوجه ديال هاد القلب هذا. صافي ونتلاقاو باش نشوفو كيفاش غادي نديرو نزينوه ايضا من الفوق. غادي نمشي معاه غير بلاتي هكذا حتى نسودي كاع داك العيوب ديال الجينواز. عاد خصني نوجد واحد الكاس ديال الماء باش مره مره نغطس هاد لاسباتولا باش تساعدني الكريمه في التسريح. كتشوفوا معايا هنا القلب ديالي بعد ما زينته بالكريمه اللي ورديه فاتحه اللون، زينت له الجوانب بالفيرميسان الشكلاط في اللون الوردي. الان غادي ناخذوا لابوش ديالنا بعد ما درت واحد شويه اللي بقى ليا من هكذا من القشده الورديه درتها في لابوش. هيا بديت كنزين التورته ديالي على شكل قلب بالوريضات هكذا في الجانب ديال القلب. بعد ما خلطت هنايا القشده البيضاء درت معها اللون اللي بغيت انا صافي. وغادي نبقاو نديرو هكا دي غوزاس لا اولا وريضات هكذا في الجنب هكذا وريضات صغيورين. نتوما كتزينوا بالطريقه اللي عجبتكم على هذا الشكل هكذا حتى نكملوا الدوره. غادي نشكل واحد القلب هنايا صغير. شوفوا معايا حطيت واحد الاطار ديال القلب هكذا عندي كبير غير باش ندور عليه هكذا بلي غوزاس اولا الوريضات ديالنا على هذا القلب ويبقى لي هذاك الوسط خاوي. كيف كتشوفوا هو هذا الاطار هانتوما كتشوفوا. انا غادي نبدا بسم الله غادي نبدا كنشكل الوريضات ديالي. هكا على هذا الشكل كنمشي سايره دايره على هاد لو مول هذا اولا هاد الاطار اللي عملته ديال القلب. نمشيو بهذه الطريقه حتى نكمل صافي ونتلاقاو باش نوريكم الشكل ديالها النهائي. ومعايا بعد ما انتوما كتشوفوا بعد ما حيدت الاطار داك ديال القلب الصغير عمرت هنايا عندي بهذيك لاصوص اللي كنا صوبنا ديال الفريز. نقرب لكم تشوفوا وغادي نبقاو هكذا كنمشيوها على هذاك لو فون ولا الوسط ديال القلب الصغير هكذا نمشيو حنا تنغطسو يدينا ولا لاسباتولا هكذا في شويه ديال الماء باش يتسرح لينا بلا ما نخسرو هذوك ولا نضغطوا على دوك الوريضات هكذا. نبقاو غاديين وحنا تنمشيو يدنا غير بشويه كيخصنا شويه ديال الصبر باش يعطينا هذاك اللون احمر في وسط القلب. نمشيو غير هكذا غير بشويه هكذا نمشيو غير بلاتي نكملوا التزيين ديالنا هكذا. هذا هو الشكل شوفوا حبيباتي. بعد ما انتهيت من التزيين ديال الجينواز ديالنا اللي على شكل قلب عطيته شكل وردي وعملت له هنايا داك القليب اللي كان عندنا هنا بالحمر بالصلصه ديال الفراوله. نتمنى ان شاء الله هذا المنظر وهاد يعني هذا التزيين يكون راقكم ويعجبكم وتنتوما تعدلوا بحال ولا كان بطبيعه الحال راقكم. المواد كيف شفتوا بسيطه جدا وسهله كيخصكم غير يعني شويه ديال الصبر وايضا تكونوا مجدي لا جينواز باش ما تعذبوش يعني في نهار واحد وتكون هي ديجا بردات صافي. وسهله تجيكم سهله في التقطيع سهله حتى في يعني في التزيين. نتمنى ان شاء الله هاد الجينواز بمناسبه حلول السنه الجديده الله يدخلها عليكم بالصحه والسلامه وطولة العمر لكم ولوليداتكم
وجميع افراد الاسره ديالكم والجميع اللي ما كتحبوا. كنهدي لكم هذا القلب حبا لله في لله، كنبغيكم بزاف وكن يعني كنحبكم ما تصوروش المحبه اللي كنوها لكم، سواء كانوا المتواصلات معي ولا الجدد اللي دابا كيولاو كيدخلوا عندي. نتمنى لكم ان شاء الله شهيه طيبه، وما تنسونيش في اللايكات الا عجبتكم الوصفه طبعا، لايك 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 لايك، ولهلا يخطيكم عليا. وما عندي ما نقولكم الا ان شاء الله سنه، كل سنه وانتم طيبون وكل عام وانتم بالف خير وسلامه يا ربي، وان شاء الله نتلاقاو في وصفه اخرى وفيديو اخر بحول الله.